أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوالة ورار كفيدن مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قميل كفرود دا ورار كيو قدن بيه وفيدن مجمع سوغل يسوغل بحساسي اي نوصص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزار الروبل نسا اي بوليس كأمود القادن دونو انتد صفرية لغا عليا قرون كآذن عادي مقال المقدشة آد ايو عنانتي شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود أو كدقي دقمد ورشيق رئيس الوزارة الصومالية محمد حسين روبلا يا كهاد لي شخصيات دوان لغو عليي قرون كديارة ده آذن عادي كواسي أولو دي دي إني او دوفان مقالة ده قربها ري أحرون تقبل كدو روبلا ايا عد أدب كشيغي إن أوسان او دول قادن دونين إن سياسيين تلغ سو عليي قبل ده أي ديگان دور شدود تهي إساقو ديارة ده فري إن حدي أمرو داد لغو هر استاغي قبل ده لغا سيو أي حفيز كيسا توس اوغو سوغود بيان موادين كا صوماليا ده مشرح أح وحا او حق ليهي إن لدور حقوق ديسا او مقالة او كتاق او مقالة كلا او تاق وحان فرا ياهي أدها السعودال كي ياهي أدها أمنيغا سيدة بوليس كي ياني سمرار بدن وحاي سو قارتي إن داد لعيليي او ميلو كالدوان لغا سو عيليي وما دول قادن دونو قفكي وفل نو عاساي كسو بحا تلاب شرعي هايان كاقاد يا أيو يري روبلي إساقو سيهد ليا أيو يري قف قرو مدى ديارة ده اللغو هر إستاقي كرو مجرتو ديارة ده السعودال كي وحان فرا يا إن عدي كهر تماد سفر دو ده مقالو كم مقالو أي ستو ساهي إلا سو بداقي كران أيو يري عيدان كان نسا ايه كسو غنقرون كا يا شيغي ان باريطان كسو ميين لابا قف او ركاب كا كميد اها دولة دا صوماليا يا سور روكتاي امرا قرسودي اه او ديگايا ان قربها ري ديارت كستا او او سعوطا اي مركا هوري سو مران عيدما دا امنيگا ايادو لو ديگاي شركة دا ها ديارة دا ها دالكا قربها ري ايا كميد اه ديگان دورو شو ين كان لو استيجي ان لغو سو دورتو حلبانا دا غلاها شعبكا وحانا مقالة دا سي آدسوكو هيا فرماجة يمامل كجبلان اوهو قاميو احمد مدوبي سيكستبها اهاتي روبلا ايا يري ملو دول قادن دونو بوليس كا ينسا اني دادك عليان لنا عكل مدحوين ياشي وري صوماليا حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد ايا وحي ما انتا كورمير قد تاقين ديگانو لنا عحيب تاق قبل كشبالة دا دحي سو دوين بلارين كدب وفتقاسي وحاور باحين تلا هادلي مدحوين اهير شبالة عالو قود لابي او شالي عدالة او سي هوريي وفتقا ما انتا تاقي اساقو شيغي ان وح بدن اسبدل ديگ مدا عدالة لغا سمين دونو شيخ شريف شيخ احمد ايا دان كيسا شيغي ان مركي اوغو هوريسي عدالة او تاقي اهيد رجانا اوكا قبو باهي حدد كا اي موجيين وح لغا قبتو دان كيسا حسن شيخ محمود او قدبت جيدية ايا شيغي ان اي رير عدالة واحتبشاد اي خبان وح لغا قبان دونو اي نالا كل ميد دونان بلشاد ديگان كا مشرحين تا حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد ايا كهر عدالة ما انتا انتا ايسان غارين وحي هر اسي مرين ديگ مدا ور شيخ او اي داد كا ديگان هل كاسي سي سلامين لنا عكلا مامول كا قل مدوك او شيكتاي ان ديگان هر لهاي كلا وريگين ار ركال شباب وزارة أمريكا الدولة قبلت كالمدوك أيا شكتين عيدا مدى الدولة الصومالية إيا كوة قلمدوك أي سبوح دا ساكا أولا وريغين ديگان دا خاي عد أو مالميه لصور دافايد دقالو حوق لب كولا قلي أرقا لشباب قرال كصوبحي وزارة دا أيا وحالاغو شيغا إن دقال دي داعي الشباب قصار حوق للاغو غارسية إسلامر كاسين عيدا مدى هوان تاهي أي ودان هول قلو أي بربر سعودان دو قيمة دين عائد كاه الشباب ايا جب حوغن كلا كولنتاي عيدا مدى هوان تاه اي قرنكا ايا كوا قلمدوك ايا دو مالين تي دوراد اهي دوقين حوغن او عركا اهي اي كو سميين عيدا مدى مريكنكا وحينا بلابين ان اي فريمها كلا دوان اسو سو ديبان خار كلان لغو اركا يديگانو بادن حالكا دنكا كلان اي عيدا مدى هوان تاه اي مغالوين ايا قوبة استراتيجي اهي او كلا اي كو سيسي قيان ايا لغو يري وركا كسوبحي وزارة دا امنيكا قلمدوك إن كبنا اللبطة دواد أيا ديگانا كو يالا كوفورتا قبل كمدوك وحا كالسعودي هول قلو أيهو قامين أيان تليها عيدا كدولك جنرال بيحي وزير كأمريكا قلمودك أحمد معلم فقي إيو تليهي هوري بوليس كقبل كبنادير صادق عمر حسن صادق جون إيادو الله شيغي إني ديگانا لو ريغين فضلاً دب أدا وركيني هوري إي عالان سيدة ميديا حوق حساسيا خلاف سامين حنكو يشي أو كدحتاقن تلسيادا عيدن كحوق دالك صوماليا أميسوم خلاف حوق لي وصوك لدحق لي سراكيش سرسر عيدن كحوق دالك إيا كو أميسوم أيا ويقاي هول قلدي كدن كأه أرقا الشباب إيا كسعودي قبل الله أوغو هوري يشبه لدى دحي برنامج كقل كباريس تا إيا كبهبي أو إيدا إيا صوب بندقاي إن خلاف كاسي أو قرحي مركي عيدن كحوق دالك أي هول قلو كدن أهي على الشباب كبلابين ديگانو كترسن قبل كشبه لدى دحي سيدا او برنامج كاني او شيغا سركال كترسن ملتريغا صوماليا او كسوغن شبه لدى دحي خلاف كاني وحا او قرحي مركي اي عيدن كحوق دالك صوماليا بلابين هول قل ان لغو ورقلين امي صوم كاسو وهو قامين ايي تليها قود عيدن كحوق دالك صوماليا جنرال او دواء يوسف راقي سيدا سنو كو يميد خلاف كحوقن
intaasi kadib waxaa la sheegay inuu qarxay khilaafiyo kala aragti duwanaasho xoog leh oo u dhexeeya saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa burundi oo ku sugan qaybo badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sidoo kale barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigay xogta ku qorneyd warqado ay isdhaafsadeen taliyaha xoogga dalka soomaaliya iyo taliyaha amisom kuwaasi oo taliska militariga soomaaliya ugu dacwoonayay ciidamada burundi ee ku sugan shabeellada dhexe taliska militariga soomaaliya ayaa ciidanka burundi ku eedeeyey inay al-shabaab madadaalinayaan oo caajis badan uu ku jiro howlgallada naadirka ah oo ay samaynayaan si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka soo shaacbaxday isla markaasina filla soomaaliya ayaa iminka loo badinayaa inay wax ka qabato maadaama ciidamada amisom lagu eedeeyey inay al-shabaab madadaalinayaan isla markaasina ay iska dhuuqayaan oo keliya biilka ay halkaasi ku qaataan aysan wax weerara qaadaynin taliya odawaa ayaa howlgal culus qaaday mana u sheegin amisom sidaasi ayayna ku xanaaqeen xaaladda iminka aad ayay u xun tahay dhinaca kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo amiirka dalka qatar sheikh tamiim ayaa yeeshay wadahadal dhanka telefoonka ah sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee soona farmaajo ayaa amiirka dalka qatar ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidul adxa isla markaasina hambalyo culus u diray maxamed cabdilaahi farmaajo iyo amiirka dalka qatar sheikh tamiim ayaa sidoo kale isweydaarsiga hambalyada kadib u rajeeyey labada dal iyo dhammaan muslimiinta horumar iyo barwaaqo inay ku gaaraan sanadkan kiisa kale wadahadalka dhex maray madaxweynaha wakhti uu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo amiirka dalkaasi qatar ayaa imaanaya xilli ay jiraan warar sheegaya in qatar ay joojisay lacagihii la filayey inay ku bixiso ololaha doorashada farmaajo isla markaasina wadna qabad ayay ku tahay arrintaasi dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan waxaana la aaminsan yahay in qatar ay maalgelisay farmaajo wakhtigii uu ku jiray ololaha ka hor inta aanan loo dooran madaxweynaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa la filayaa inuu iminka isku filan yahay maadaama hantidii ummadda soomaaliyeed ee ugu xaraysan tahay filla soomaaliya waxa uuna doonayaa inuu doorasho xooggan ku galo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo sheegtay in saadaq john uu la safan yahay dowladda isla markaasina dagaalka al-shabaab uu ka qaadanayo waxa uuna la kulmay taliyaha dhulka xoogga dalka soomaaliya waxaa soo shaac baxday sawiro laga soo qaaday jiidda hore ee galmudug ee ay ciidamada dowladda kula dagaalamayaan xoogaga al-shabaab kuwaasi oo muujinaya in taliyihii booliiska ee gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john uu qayb ka yahay ciidanka dowladda soomaaliya taliyaha ciidamada dhulka ee soomaaliya jeneraal maxamed ahaliil biixi ayaa b b c da u xaqiijiyey in saadaq john uu ka mid yahay ciidanka hadda ka dagaalamaya aagga bacaadweyn saadaq john saraakiishaan hogaaminayo ayuu ka mid yahay saddex madax oo aan u qaybinnay ayuu qayb joogaa wuuna hogaaminayaa saraakiishaasi ayuuna ka mid yahay ciidanka federaalka kama tirsano balse waa shaqhsigii dagaalka ku jira ayuu yidhi taliye biixi saadaq john ayaa 12-kii abriil ee sanadkani laga qaaday xilka taliyaha booliiska ee gobolka banaadir kadib markii uu sheegay inuu joojiyey kulan uu golaha shacabka ee baarlamaanka uga doodi lahaa arrimaha doorashooyinka waxaana laga xayuubiyey darajadii ciidannimo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayuu dhinaceeda ka dagaalamayaa laakiin taliya biixi waxa uu yidhi kama tirsana ciidanka xoogga ee u diiwaangashan filla soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka